هل يجوز كشف عورة المرأة أمام المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. فهذا يحمل معنى منع المرأة أن تطلع على عورة المرأة إلا بدليل إلا للضرورة.